مات الأيام لا تستقطعن. أرجعت وديان قلبي ولجت بالخضر يوم شاهدني من مشاهدين المدرسة باء، رجعنا لكم بعد الفاصل مع اليوم عندنا حصة جديدة الآن تحبونها، متوقع أن الجميع يحبها هنا. اليوم بنرحب ضيف، أول شيء الضيف هذا يقول أنا متحدي الجميع، هذا أول شيء يقول بعطيهم معلومة وبعدين بتحداه. أول شيء خلنا نرحب بالاستاذ عبد الرحمن العمرو. مرحبا استاذ عبد الرحمن، قد التحدي. اول شيء حنرحب وبعدين مرحبا بك. اطلع الستيج. ايه هلا وسهلا. وسهلا، كيف الحال؟ شلونك؟ كيف الحال؟ كيف اموركم؟ طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ أموركم تمام؟ شوفوا أنا خالد. اليوم جاي على آخر شيء، فقرتنا بتصير ترفيهية. ممتاز. نبي نلعب بلاي ستيشن، نبي نختبر مهاراتكم، ولكن قبل كل شيء خلونا نرجع بالبداية. أنا معكم عبد الرحمن العمر. ونعم. ما عليكم زود؟ الله يسعدك حبيب القلب. صانع محتوى بمجال الألعاب الإلكترونية، أتكلم عن الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. في أحد يعطيكم العافية، شكراً. في أحد يعرف فيكم الفرق بين الألعاب والرياضات؟ أبي أول واحد رفع يده. وش الفرق بين الألعاب الإلكترونية والرياضات؟ الألعاب الإلكترونية ممكن تكون بشكل خيالي أو شكل واقعي، ممكن تكون أسلحة ممكن، لكن الرياضات الإلكترونية مثل لعبة فيفا أو كرة سلة، بيسبول أو فوتبول. صح، ممتاز. بس أبوضح نقطة. ممتاز كلامك 100% صحيح. الألعاب الإلكترونية الحين إحنا دائم نسمع ألعاب إلكترونية بكل مكان، لكن الرياضات الإلكترونية أنا دائم تجيني تعليقات مثلاً وش الفرق؟ طيب هل في رياضة إلكترونية؟ أنا بوضح لو تسمح لي. بس الألعاب الإلكترونية مبنية أنك تجي تطلع من الواقع اللي أنت فيه. والله طلعت من المدرسة أنا ما أبي وجع راس، أبروح أجلس وألعب وأنا مبسوط. الرياضات الإلكترونية رياضة للذهن. يعني الحين أنتم مثلاً إذا لعبتم مع أخوياكم فيفا، كود، فورتنايت، انتم مكونين فريق مع نفس مع اصدقائكم مثلا، مع الدو حقك، مع التريو حقينكم اللي معكم. هذه الحاله تعتبر رياضه للذهن. بدر كيف؟ لانكم انتم تلعبون وتحاولون قد ما تقدرون تجيبون رده فعل سريعه. فرده الفعل من وين تجي؟ تجي من عقلك مباشره. فهذه اسمها رياضات ذهنيه. فنشوف الحين مستضيفين احنا الحين الحمد لله بالسعوديه كاس العالم للرياضات الالكترونيه، واكيد انكم كلكم جيمرز او الاغلب منكم جيمرز، وان شاء الله انكم وان شاء الله ان نشوفكم بكاس العالم الجاي، انكم تشاركون كلاعبين محترفين او حتى صناع محتوى او مراسلين وغيره. طيب أتكلم عن نقطه الحين جدا مهمه لازم تعرفونها. ودي اعرف انا كم فيكم واحد جيمر؟ كلكم تلعبون؟ ما شاء الله. الاغلب كلكم يعني ترى مصطلح جيمر انه اي واحد يلعب لعبه، حتى دنع بعد قنع جيمر. ممتاز. طيب عمر. اي طبعا اكيد ما يحتاج جي تي اي فورزا وسيارات اكيد. طيب وكود وكود ممتاز عليكم. طيب ممتاز يعطيكم العافيه. ممتاز كود 16. طيب بما ان الاغلب منكم جيمر، في نقطة مهمة جدا جدا، يعني انتم مرات تلعبون مع اخوياكم اونلاين او انكم تلعبون مع ناس مختلفين، صح ولا لا؟ صح. ممتاز. مرات ياخذنا الحماس وتلقى الواحد اللي يسب فجأة واللي يقذف
واللي مدري إيش، وهذه نقطة يستهينون فيها ناس كثير، وهذا أكبر غلط. يعني الكلام هذا ممكن أنتم تسمعونه كنصيحة، لكن صدقوني أنا في بعض المرات والله العظيم يجوني ناس أو نشوف مثلاً بالسوشيال ميديا أنه ناس رافعين قضايا على ناس، صح، وخلاص تنتهي حياتك مجرد أنك ما أنت اتخذت هذه الخطوة. صدق حنا نتحمس، الألعاب تخلينا نتحمس، وكود تنرفزنا اللي يلعبون كود، عارف الشيء هذا، عارف، لكن حاولوا تمسكون أنفسكم. ترى الألعاب الإلكترونية ما صارت زي قبل بكل من هب ودب وسمردحة وفوضى، لا الحين صارت مراقبة الكل، أي مسجل، يقدر الواحد يسجل الصوت حقك وبناء عليها شلون يعطيك بان بالضبط. بناء عليها يعني الحين مثلا بعطيكم مثال، بلاي ستيشن السعودية، بلاي ستيشن كلكم تعرفون بلاي ستيشن، بلاي ستيشن السعودية الحين عندنا هنا بالسعودية الدعم حقهم مجرد انه ما احد قذفك او سبب لك مشكلة باللعبة، او انه يعني كثير ناس، كثير نشوف مثلا الناس اذا سجل عليهم احد فيفا القم يا ما ادري ايش يرسل رسائل، لكن توصل مرحله سب وقذف يجي الواحد يكبشر يرسل البلاي ستيشن، بلاي ستيشن تقفل حسابه. أوه. مع السلامه، انت جايب من جايب خلت جايب كل اللاعبين، ودي حسابك. فمره مهمه موضوع انك تستهين بالاخلاقيات، او خلونا نقول اسلوبك مع الناس بالالعاب الاونلاين، هذا جدا مهم جدا مهم. تفضل استاذ. زي كول اوف ديوتي الحين لما انا اجي خلاص بنزل من الطياره مكتوب في اليمين ان السلوك ومن هذا. يا سلام عليك، يا سلام عليك، هذه نقطه مره مهمه ذكرتني فيها، يعطيك العافيه. بذكر على النقطه اللي ذكرها بس، او شو اسمك معليش؟ ياس. ونعم يا الياس. فريق بعض الالعاب، فريق الاصفر، اي فريق الاصفر، تحيه الفريق الاصفر، اجل نصفق لهم. طيب بعض الألعاب أصلاً إذا يعني الياس ذكرني فيها الله يعطيه العافية، إذا جيت أنت تدخل باللعبة يحط لك توقيع تعهد أنت ما تعرف، أنت يحط لك توقيع تحط صح. تعرفون إذا شغلنا لعبة وقال لك اضغط إكس يلا إحنا نضغط إكس أي كلام، لا هو حاط لك ترى لو نقرأ الكلام بشكل ممتاز أتعهد بأني ما أقذف وما أسب وما أسوي وما أفعل وما أحط وما ما ما, ما أغش والهاك والأشياء هذه كلها بالضبط. فهذه بحد ذاتها في حال انك سويت الاشياء هذه، يعني حتى الالعاب تحذرك تقول انتبه لا تسوي الاشياء هذه، يدورون مصلحتك. فبشكل عام انتبهوا، الموضوع مو بسيط. في ناس والله اعرفهم مره كثير استهانوا بالموضوع، صدق الواحد يفقد اعصابه سواء في فيفا يلقمك واحد باخر الدقائق هذه منرفزه ادري، او يخلط أو يضيع وقت يقعد يناول ويسحب بالحارس ويناول ويضيع وقت، صدق هذه تنرفز. بس حاولوا قد ما تقدرون تمسكون أعصابك، في مليون جيم تلعب لين تمل. تفضل. وشلون؟ النقاط تنقص. إيه ما يخالف تتعوض من النقاط، ولا أنك خلاص ما ولا أنك ما تلعب أبد، عرفت؟ يرفع عليك قضية ولا تصير مشكلة. تفضل. مثلا تدخل كود وتاجي باقي آخر راوند وباقي آخر لاعب، تاجي انت تفنش تلقى كل الشات، يا كل الشات ساب واللي يتكلمون ساب. انا بقول لك وش تسوي بالحاله دي عشان تريح راسك، ميوت ميوت الشات وانت واخوياك اسمع الحل. ايوه سولف انت واخوياك بس، سواء بالديسكورد. من يلعب منكم بي سي الاغلب بلاي ستيشن؟ ممتاز. طيب يعني بس الاغلب منكم بلاي ستيشن صح؟ الحين مثلا بلاي ستيشن نزلوا تحديث اللي هو الديسكورد، ممتاز. الديسكورد هذا اكيد الاغلب منكم يعرفه، فمن الديسكورد انت تقدر خلاص تصير المحادثه ما بينك وبين اخوياك بس، وتطلع عن صداع الراس. سم تفضل. استاذ في مجموعه بعد، وفي مجموعه، يا سلام عليك، مجموعات. فحاول انت قد ما تقدر يعني لا تتصادم، لا تتصادم مع الناس. ونقطة مهمة، نقطة مهمة، ترى كل لعبة لها مجتمع خاص، يعني كل لعبة مثلا كود أسوأ مجتمع ممكن تقابلونه مجتمع مثلا يعني على سبيل المثال كود، سيرش على سبيل المثال، فيفا، مجتمع فيفا برضو ترى يعني كلهم تلقاهم متنرفزين ويعصبون وفجأة يفقدون سيطرتهم
وخلاص تصير سب على شيء ما يسوى، ما تسوى ابد. فالعب انت اخياك وروق، بياخذ مشاركات، بياخذ مشاركات، وخذوها بهداوه وادخلوا مجموعه ولا ديسكورد ويصير بينكم الموضوع. تفضل. زي ما قلت انه في ناس، يعني زي ما قال صهيب انه في كود في زي السلوكيات، او الياس انا صراحه نسيت، يا سلام عليك، انه في سلوكيات او شيء نحذر منه. صح. زي فورتنايت، فورتنايت فيها رقابه ابويه. صح. هذه مثلا تخلي ابوك وامك يسجلون فيها ويشوفون بس اللعب او الصوت. يا سلام عليك 100%. نفس الكلام. ذكرني باسمك معليش. عبد الرحمن. ونعم يا عبد الرحمن، سميه، تحيه لسميه. ونعم والله بكم كلكم، ونعم والله بالجميع. طيب زي ما قال عبد الرحمن، الرقابه الابويه برضو جدا مهمه. اذا الاباء والامهات يشوفونا خلف الشاشات هذه جدا مهمه. مرات انك تربط حسابك او تقدر مثلا بتطبيق الجوال، في تطبيق خاص بالبلاي ستيشن، من خلاله انت تعرف وش قاعد يصير من رسائل، وش قاعد يصير مثلا من مسجات، انت تعرف ان الولد جالس يلعب مثلا مع اخوياه ولا انه يلعب مع ناس غريبه. وابعدوا عن الناس الغريبه، ناس ما تعرفونهم ابعدوا عنهم تماما تماما. مالك مصلحه، مالك مصلحه انك تلعب معه، حتى لو انه لعيب، حتى لو انه بالعكس هذا شيء بحد ذاته يعني بيفتح ابواب انت بغنى عنها. فركزوا على اخوياكم، خلوكم على المجتمع اللي عندكم، ديسكورد، ميوت الشات، والعبوا وانتم مبسوطين وبدون جعراس. تفضل تفضل. انا اي اللي ورا، اللي ورا الياس. اي صح يا استاذ. في كمان نسيت اقول لك ان المجموعات كمان اذا في احد دخل الحين، صار في مجموعات مفتوحه، اذا في احد دخل معك غريب انت ما تعرفه يمكن هو يسبك، فانت تروح ما تعرف تبلغ عليه. 100%. يا سلام عليك. ف تحدد الصوت حقه. بالضبط بالضبط. فبشكل عام انتم لا تدخلون مع ناس غريبه، وعشان ما تدخلون بصداع ومشاكل انتم بغنى عنها. تفضل سم. الحين لو واحد سبني في مجموعه عندي مقطع، اقدر ارفع قضيه واطلع فلوس؟ عبد الرحمن شوف، الموضوع مو على فلوس كثر ما انه اخلاقيات. انا مثلا انا ما ارضى ان احد، يعني انا كصانع محتوى والله لو اوريكم الرسائل اللي عندي من سب من مدح من كل شيء، كل شيء يجيك، واكيد الشباب عارفين يعني اللي بالسوشيال ميديا يعرفون الشيء ذا. فانت بغنى عن انك تدخل بجدال ونقاش وجع راس عشان يتأدب مثلا الشخص اللي سب او شيء، ان تاخذ المقطع ترسل الايميل للشركه اللي على حسب المنصه اللي انت فيها، سواء بلاي ستيشن، اكس بوكس او ستيم وغيره، هم بناء عليها يتخذون اجراء، بالنهايه يتقفل حسابه وخلاص، هو من نفسه اصلا بيتعلم. لكن على موضوع على موضوع الفلوس، الحين انا بجيكم على نقطه هذه تعجبكم، موضوع الفلوس، كيف تجيبون فلوس. طيب كيف انكم تجيبون فلوس من الالعاب الالكترونيه؟ اسمع هذه النقطه، اسمع النقطه هذه، انا بسمع منكم الحين. كيف انا مثلا ابي اجيب فلوس من الالعاب الالكترونيه؟ ابي ناس جديده، اللي ورا احمر، احمر وش اسمه؟ محمد. سبيعي. محمد. انك تحترف، تدخل بطولات. ممتاز. كيف؟ طيب كيف بحترف؟ تتدرب على اللعب لين ما تصير لعبه قوي. يا سلام عليك. طيب ابعلق على النقطه هذه بعدين برجع اسالكم من جديد. نقطة الاحتراف، انك تصير انك تكون صانع محتوى او انك أو انك تكون لاعب محترف، معليش هذه يا جماعة الخير انتم لازم تستغلونها. انا باذن الله واثق تماما اننا بنشوف الجيل الجاي بنشوف محترفين باذن الله. يعني واضح انكم كلكم جيمرز ما شاء الله وتلعبون، تعرفون الالعاب وما يحتاج. لكن كيف انك تضبط وضعك؟ يعني الحين مثلا موضوع الالعاب الالكترونيه، انا ابي اكون لاعب محترف. بنشوف المحترفين بعد شوي، وبنشوف معكم بعد شوي، بيصير في تحديات ترى بيننا وبينكم، فاستعدوا. بس كيف انك تكون لاعب محترف؟ انت تحتاج تتمرن، تتمرن بشكل خلنا نقول تخصص لك يوم تتمرن فيه، ولكن مو ب 24 ساعه تتمرن. انا صراحه دائما احاول قد ما تقدر، واكيد انتم تعرفون ناس تلقاهم يلعبون العاب الكترونيه 24 ساعة ببيتهم، جالس يلعب. مشكلة دي، هذه مشكلة يعني أنتم ممكن ما تستوعبونها الحين، لكن قدام صدقوني والله مشكلة. أنت بتبدأ يعني أنت تبدأ بعدين مع الوقت خلاص تواصلك مع الناس صار قليل، ما عندك أصدقاء، ما عندك أصدقاء. عندك يعني خلنا أقول لك أسلوبك مع الحوار مع الناس ما صار ممتاز. ذكائك الاجتماعي، هذه نقطة لازم أشرحها لكم. الذكاء الاجتماعي كيف؟
ان الواحد يعرف انه يرحب بنفسه، يعرف عن نفسه، يعرف يخاطب الناس اللي معه، ياخذ ويعطي. ففي ناس مثلا جيمرز كثير نسميهم مثلا، خلونا نقول تعرفون مصطلح انطوائي، الشخص اللي لحاله جالس ما يطلع من البيت ولا يبي يقابل احد. هذا انا اتمنى ان الجيمرز ما يكونون كذا، وللاسف انه في ناس كثير كذا، ولكن اكيد انكم تعوضونها برياضه، تعوضونها بطلعات، تعوضونها بمشاوير مع اهلكم، كافيهات، مطاعم مع اهلكم، تغيرون جو حلو وقت اللعب. بالعكس حلو انه يفصلك عن الواقع وتركز. واكيد على اساس انك تكون لاعب محترف لازم تنظم وقتك. لازم تنظم وقتك. نبغى نشوفهم يا ابو، نبي نشوف احترافهم بعد شوي. اي انا بشوف الحين بنشوفهم. بشوف بعد شوي الحين معكم بندخل بصير تحديات. لكن نقطة مهمة، تفضل. على اساس تنظم وقتك، ادري انكم كثير مثلا تسمعون الناس يقولوا لكم نظموا وقتكم، لا تخلوني 24 ساعة لعب. صدقوني هذه بتعرفونها بعدين، صح والله بتفرق معكم كثير كثير كثير، انه صدق تنظيم الوقت بيفرق معكم. اذا كبرتوا وتوظفتوا وشفتوا شلون الوقت مره مهم تعرفون، فخصصوا وقت يصير للالعاب واحترفوا فيها، وتقدرون من خلال تدخلون انديه الرياضات الالكترونيه فالكونز، تويستد مايند، باور وغيرها من الافرقه، وتصيروا ان شاء الله لاعبين محترفين، وان شاء الله انكم تمثلون السعوديه الله كريم بكاس العالم ومحافل عالميه. الحين خلهم يمثلون فصولهم. طيب الحين اسمعوا، نبي نتحدى فيفا. دقيقة، تعال عمر محمد دنعة. دقيقة محمد دقيقة. عمر تفضل معنا عشان نحتاجكم الحين. تعال طيب. ابو ناصر قدام ابشر الحين. يلا محمد ابو ناصر، بس بشرح فيفا بس بعدين بجيك. فيفا يا جماعة الخير بنختار الاغلب منكم يلعب فيفا صح؟ ممتاز. طيب من كل فصل نبي واحد. طلعوا افت واحد. اصبروا بقول لكم شيء، ترى اللي بيطلع هذا بيكون التحدي كالتالي، بيلعب ضدي من هدف ذهبي، اذا جابه ياخذ درجه. فكل فصل يرشح. طيب يا شباب صلوا على النبي. اصفر تناقش فصل. ايه خذ راحتك. تعال هنا يا كل واحد. ايه ناقشهم هنا. من افت واحد فيكم اللي بيجيب لنا الدرجات؟ ازرق 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 وبنفسي. من اللي بيجيب لنا الدرجات؟ والله سم. ما اعرف انا سريع. عادي. ومشرفكم وينه؟ ما اعرف. بيجيكم الحين اتوقع. بطولات كود كيف تدخلها؟ شفت ال هلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب شلونك؟ من اول ما بديت حبيب القلب الله يسعد. هلا وسهلا شلونك؟ كل فصل خلاص الاخضر طلع معنا الرجال. شو اسمك عارف؟ بدر. ونعم يا بدر. خلاص ما شاء الله. انا اختار. طيب انا استاذ حاطني مشرف، انا اختار ذا. يقول هو يقول انت يا يا اخوي قول انت كل مره تقول انت قول معك العب سوني. انا شوف شوف هو هدف ذهبي ترى ما راح تطول. طيب يعني عسل وانا شوف اعرف لو تنزل لي فوق بشدك، بس فيفا ما العب الصدق. طب انا العب بالنهايه. حط قرعه بينكم. رشحتوا؟ ايه رشح حلوان. خلاص يلا تفضل. لا هو انت هو انا قال حط قرعه. لا 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 ما قال اخوي خلاص حط فاره واحد. لا هو يا قرعه. انا ما اقدر اتعامل يعني مع هذا وكذا وكذا. اعطه ميوت مباشره، تسمع انه فيه سب وفيه مثلا مشاكل على طول ميوت. خلاص تم. يلا مشين مشين. والله عرف ناس طيح. انت بس نصيحه، حط قرعه بين. انا دخلت اي دوري؟ انا اي شيء. في كود لا فيفا بس ايه خذفهم خلاص. سم انا دخلت على انا كنت كنترولر، دخلت ماوس كيبورد على فورتنايت، كانت مره صعبه. حلو. انا كنت ابغى اعدادات حلوه، صوت اعدادات، فشيء وحده ما خلي يجي. ايه والله ها هذا مثال. كسر دارك. هذه هي مثال. استاذ عبد الرحمن، عبد الرحمن اعرف ناس يلعبون فيفا. كم باكج؟
يطلعون ما حد مو حلو يقعدون يسبون يسبون بشكل ما هذه هي انت انا بالتيك توك يعني موجود على التيك توك شو اسمي زوج؟ اكتب عبد الرحمن العمر عبد الرحمن انا قلت بنحط قرع بيني وبينك انا اعرف طيب طيب تكفى ودي تشوف قرعه بين الرجال والرجال اي واحد الفريق الاحمر ها شباب ايش فيكم 300 بدر ما تلعب انا ماكس انا اكفوت بس ولا العب موفمنت لعيب شكلي يلا 1 في 1 ترى والله ما تعرف تلعب طيب يلا رشح هذا خلينا نحط اخضر مين بيلعب لا هذا عشان تتابعون انتم مره طيب نبدا اول شيء مع مين اي فريق اي فصل الحين عند المشرف عبد الرحمن هناك يلا تعال يا شباب هناك الباقيين اللي مو مرشح هناك سم اللي مو مرشح هناك الازرق بنبدا بالازرق اللي مو مرشح اللي مو بلعب عن فريقه هناك انت الازرق تفضل هناك الترتيب شلون الفصل اللي صار مين بعدين هنا مدري بنبدا بالالوان كذا يلا ابشر يلا وش فريقك انا باخذ ليفربول من زمان سم ها ايه انا بلعب ضدكم ايه انتبه مني ترى والله لعيب ايه يلا وش فريقك ليفربول وش فريقك؟ ليفربول يلا انا باخذ باريس يلا بنشكله ترى هدف ذهبي هدف ذهبي؟ اي هدف ذهبي اللي يجيبه خلاص هو الفايز لا تبدا مباراة بزين الاعدادات ها؟ تمام تياغو بدون روما يلا انا بدون خطه روح يلا ترى هدف ذهبي لعيب فيفا ايه والله ايه والله طيب دقيقة أول شيء نبي نسويه يا طويل العمر والسلامة أربع دقائق دقيقة أخذ هذا مستوري أربع دقائق وش اسمك؟ عبد الرحمن ونعم يسمي ونعم عليك زور يلا الإعدادات يا شباب كويسة أنا ألعب بديل والله يلا أنا إعداداتي كويسة يب تأكد أنك بديل روح وحدة التحكم لا مو بديل حط بديل لف لف بالسهم بعد أيوه لا خلي دائرة خلاص لا اي من هدف واحد ايوه خلاص دق عني ازهل يلا بسم الله بسم الله انا فريق باريس وفريقه ايه شكلك لعيب والله يا عبد الرحمن اوه بلنتي بلنتي باول شيء يمين يمين يا صفقونا يا جماعة صفقونا خلص تخلط ها وحش طيب الحين الفصل اللي سجل هدف له درجة اوكي سجل عبد الرحمن اي فصل يسجل عليه هدف له درجة الفصل الازرق تبي نكمل ولا خلاص خلاص طيب الان الفريق اللي بعد الاصفر الاصفر يلا بسم الله يلا الاصفر تعال بعد الاخضر الرسول بعد الاحمر الرسول رضي الله والله شكلك بعد البنفسجي بعد الاحمر عبد الرحمن تعال هنا تعال هنا قم تعال هنا انت تلعب وش تبي فريق؟ ريال مدريد يا ساتر يا رب يلا انا باريس محدث ولا مو محدث؟ ها؟ محدث؟ اي محدث محدث انت تبي مبابي بعد؟ يلا اول من يسجل يا سلام يفوز هذا ذهبي بدون خطه تبي لا بخطه اكيد يلا يلا كفو كفو شجعونا شباب شجعونا
نجح مجيد. والله ضدكم. يلا جاهز. جاهز. يلا داعس. كبتو وينه؟ ها؟ حابس دقيقة. اي ايش هو؟ كورتي واي يلا. اتحداك. اتحداك. سم. ما عليك عندي. اتحداك. عبد المجيد اسمك صح؟ ايه. نعم والله عبد المجيد. في غلطة في الاعدادات. بدينا اعداد. والله في اعدادات والله. يلا يلا. اعدادات. لا والله اعدادات اقسم بالله العظيم. اعدادات يلا اعدادات. بدر. ليه؟ انت تبي مربع شهود؟ ايه. بس داخل بالزحلق اضبطها. انت تزرق دائرة صح؟ ايه. وش تسوي بس؟ نعم ايوه يلا خل ايوه روح يا ولد ايش فيه؟ ايوه 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 ريال ايوه بسم الله الرحمن الرحيم نبي معلق ايه مباراة ولد والله في خطا والله بين باريس سان جيرمان وريال مدريد طيب مضبوط عبد الرحمن ابي غيب اللاعب هذا شلون؟ وش اللعب سايد على طول؟ وش تبي؟ ابي غيب اللعب هذا مجيد خلاص فيه كفرت اعدادات تضبط روح كذا كل مالها تتوقف المباراة دخل بالزحمة يا شباب انت نشجع نشجع هنا ها شجع زميلكم يلعب تسديد تبي مربع ايه خلاص حركات ترى هو ارتباكك يا عبد المجيد لا ما عليك عليك يلا بسم الله الرحمن الرحيم مباراة الموسم بين باريس سان جيرمان وريال مدريد انطلاقة من الرواق الأيسر لفريق الميرينجي الميرينجي قريت باريس من العمق تمريرة الله عليك يا سلام ما تشوف والله جمهورك واجد يا عبد المجيد الله أكبر هذه تمريرة الله اكبر شاء الله يبونك تفوز يا عبد المجيد يلا اصفر حق مين باريس معليش يا استاذ هم اشجع الاصفر انا فريقي يلا بجيب لا 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 جاك. انكشف العمق جاك الجول مبابي مبابي جاك لا معليش برافو برافو يا اللي بعده الفريق اللي بعده اخضر اخضر يلا مين اللي بعده لعيب فيفا لعيب فيفا الله يستر لا تاخذ كلامهم يا استاذ الحين فارس عوض يلا بسم الله اول قلت لك يا استاذ وش فريقك مزعوم ما لعبت ترى وش تبي فريق اتوقع اني قلت لك اول اني ما لعبت كثير ها اللي اتوقع اني قلت لك اخر مره لعبت قبل شهر من زمان ما لعبت يا انت حركات دي تصنيفه قديمه دي فليش تقول بطلع ها هدي السالفه عليك والله والله بلعب بهدا وش فريقك ليش ما تقول طيب ما ادري يلا ريال يلا انا فور في تشكيله واو كان علمتنا طيب يلا. في شباب هنا مجيد معليش مجيد هل تبدأ المباراة كافو من اللي يشجع تحمسون كافو ايه كافو طيب اسكتوا خلوني أعلق تسكتون تسكتون يلا يلا بعلق بعلق تعليق الله. ها اذا توكلنا على الله يلا يلا علق الحين من ابراهيمك ما راح ارحم اوكي مو بهزيج تعليق لا تنسى تغيره ها؟ لا تنسى علق انا وبعد استاذ تضبطها المباراه اللي بعدها يلا يلا بعلق بعلق اهدز بعلق انا استريح خليني اعلق شوي ضبط ليها بس كلاسيكي كلاسيكي تبسم جنب
نبدا ايه الجيم بدا يا استاذ بدون حق يا استاذ ما عليك ما عليك كلاسيكي صح؟ اي كلاسيك كلاسيك خيارات الحكم الاساسيه نبدا عشان بعلق يلا يلا جاك يلا. بسم الله يلا احمر صح؟ احمر بعدين بنفسي بسم الله الرحمن الرحيم نهائي الشامبيونز ليج بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان باريس سان جيرمان بداية من الواق تسديدة عودة هل من عودة من الريال ارتباك واضح في فريق ريال مدريد الدخول للعمق تسديدة يا رباه باريس باريس بادي بقوة يا بدر باريس بادي بقوة بدران يلا يا بدران كرة من الرواق الأيمن تمريرة بينية يا لعيب الله على المدافع الله على الدوران الله على الاستلام الله على التمريرة الله على الدخول الله على النقلات الله على النقلات باريس 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 يحسمها نيمار عودة لمبابي باريس يضيق الخناق يضيق الخناق باريس يضيق الخناق بس يستطيع عودة كروشني كادت كادت يا باريس بسم الله هل من انطلاق الفينوسوس من الرواق الأيسر انطلاقة تمريرة من العمق انهيها انهيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الريال 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 خلاص سريع 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 خلاص سريع يا أخي خلاص والله لا لا امزق 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 بادر بادر الاسطوره ما عليك بس درجه انت درجه مني انا روح استريح 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 مبروك لبدر العصيمي مبروك على التنفيذ يلا اللي بعده مبروك على الهدف شكرا الاحمر الاستاذ الاحمر من اخترته عبد الرحمن السلمي يلا ازعاج سوي رحمن يا شباب جاهز عبد العزيز يبغى يسمع تعليق فريقك يبغى فريقك مدريد مدريد نفسه نفس الفريق نفس الفريق ها حط عاده المباراه يا شباب يا شباب هدوء وش تلعب كلاسيكي هدوء كلاسيكي هدوء. يلا هذه كلاسيكي انا اصلا يعني ترى انا تقريبا لي من فيفا من فيفا 18 ما شاء الله ايش فريقك عبد الرحمن ايش فريقك مدريد مدريد تقول شيء مدريد دقيقه دقيقه عبد الرحمن وين العب الكره الان عبد الرحمن يلا ولا استاذ الان يمارس لا 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 اوكي سعود قايم الان الحين فاز عبد الرحمن الخفران فاز بدر فاز استاذ عبد الرحمن ريال مدريد مع عبد الرحمن الحين نشوف عبد الرحمن السلمي فاز يلا الان يلا جميع الجميع الصمت الجميع يلا انا محتاج انا بدون خطه يلا روح المباراه قويه مين ال احنا في الملعب الصدقي انزلنا في الارض هناك انزلنا في الملعب الصدقي عبد المجيد تعال في الواقع يا ياخذك على الخط انا بحارس ولا بتغيره كورتوا نظامك جبته من برا يا رجال ايش فيه يلا يلا ايه واضح انه لاعب فيه هناك مره مضغوط يلا خلاص الله غفرنا عبد الرحمن فوز الاحمر بسم الله الرحمن الرحيم ايه كلاسيكي مشاهدي الاعزاء اعزائي المشاهدين اعزائي مشاهدي مدرسه مباراه من العيار الثقيل بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان انطلاقه لمبابي الله عوده للريال فريق عبد الرحمن السلمي الريال يتوعد بالفوز بالكعوب حتروح والذوب تمريرة نيمار بالمهارة الله أكبر لا تتكلم على الخصم عايض عايض ننتقل للمايك للأستاذ عايض الآن الآن الكرة الآن الآن في ملعب ريال مدريد والآن يمارس الآن ملعب باريس والله ما أعلم شو فيه الآن لكن أنا شوف الآن الملعب انطلاقة من كيليان مبابي عودة إلى بلينغهام إلى فرنسي إلى لو ضربة جزاء ضربة جزاء يا حكم
سلام. هذه والله اللي ما صارت، هذه والله اللي ما صارت، هذه والله يا عبد الرحمن تعوضها مرة ثانية. الحارس الحارس قام بالمحظور، عودة النواق الأيمن، ليونيل 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 ليونيل. الله الله يا نيمار، كادت يا نيمار، كادت يا نيمار، كادت يا نيمار، كادت أن تأتي بالشراك يا نيمار. عودة إلى إلى الله الله. الريال الريال، فالفيردي فالفيردي بالإنقام إلى كارفخال، كارفخال من اليمين، كارفخال للعمق، كارفخال لدريجو، فالفيردي بالإنقام في الرواق الأيمن. عودة إلى فالفيردي إلى فالفيردي إلى فالفيردي إلى لدريجو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه كورة هذه كورة. لا 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 يا سلام. من هجمة إلى نيمار إلى رودريجو إلى رودريجو. بكل جدارة وبكل هذا الفريق الأحمر النقطة. يا سلام يا سلام. لعيب لعيب والله لعيب. جاي يابا اللي بعده مين اللي بعده؟ شديت حيلك مع الأصفر. بس الأصفر لهم درجة مني أنا. خلاص عبد الرحمن يقول ترى الأصفر لهم درجة. باقي لاعبي باقي بنفسجي. يلا بنفسجي لاعبي. يلا مين لعب؟ فهد. ايه يلا يلا باقي البنفسجي بس. اي بس والله استاذ عايد والله لاعبين. ها فهد ايش فريقك؟ ريال مدريد. مدريد يلا نفس نفس المباراة. ها يلا يا فهد بس اسمه ايش فريقك؟ ريال مدريد. مدريد يعني مو واحد ياخذ مدريد ولا لحظة فريقنا اخذ مدريد ولا ما اثر. علق 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 قولوا شيء. والله حماس بس سقطوه. ما يحتاج ما يحتاج. يا ويلك يا فهد. لا أبشر. استاذ عبد الرحمن عشان باسي بدأ. يلا كلهم فازوا. تجي مره ثانيه. ارجع 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 ارجع. ايش في؟ وش اللي في نفس المحور؟ ايش دخلت فيه؟ ايش دخلت فيه؟ بيغير بيغير هو. ايش دخلت فيه؟ ايش دخلت فيه؟ خطته يلعب ليبي. لا يا اخوي ماك دخل انت. ايش رئيس النادي يتدخل في خطه؟ في مدرب تكمع لا 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 لو سمحت. لا دقيقه فهد لو سمحت. معليش لو سمحت خصم على اصبر اصبر خصم ساد. ايش فريقك؟ ريال مدريد. خصم لا توتر لا توتر والله بيتوتر. لا لا ما بيتوتر والله بيتوتر. توتر تبغى جنبك ها يتوتر. شفت توتر؟ اي والله بيتوتر. نغير اللاعب يا شباب نغيره. من تدخل فهد؟ مين بتدخل؟ طبي ما يتوتر مدريد ما ابغى. اي لحظه اوكي اوكي ما يبغى هو. تشيح يا فهد تبيع مديرك. يلا بنفسجي فريقك والبنفسجي ما راح يفوزون. يا حبيبي وقت تبدا المباراة الان. شريحوا يلا شباب. يلا يا فهد. فهد ريال مدريد انطلاقة المباراة مرة أخرى بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. كرة من نيمار إلى كيليان مبابي إلى نيمار إلى نيمار إلى نيمار. يقطعها رودريغير. شو اسمه؟ رودريغير. جاك يا فهد. يقطعها رودريغير. عودة إلى نيمار. الله يا رودريغير والله جالس النيمار والله جالس النيمار. يقول والله ما تمر والله ما تعدي. كرفخال من اليمين. الله يا كرفخال. اجتهاد شخصي من كرفخال. عودة إلى فيراتي فيراتي إلى الله يا رودريغير. إلى كليان مبابي إلى كليان. عودة الرواق. الله الله كليان مبابي يقول للخسارة مابي مابي. هارد لك يا فهودي. هارد لك يا فهودي. مبروك مبروك والله تستاهل. الفريق الاصفر الفصل الاصفر والفصل البنفسجي برضو لهم درجات. اوه بدا لهم درجات بدلها. ما عليك يا سعد الرحمن عطانا. طيب انا خلنا نسمع سعد الرحمن. خلاص نركز مع سعد. ما هي كذا الحصه الجايه في حصص واجد. خلاص عبد الرحمن سلم. انا بلعب بلعب تحدي مع شخص من الموجودين الان. بس دقيقة دقيقة أبلعب مع الشخص اللابس أحمر هناك. من الاسم الكريم إيه؟ محمد محمد. يا سلام. لأن محمد
صار في اشكاليه بينه وبين عبد الرحمن زميله، فقلنا نخلي عبد الرحمن برا. شكرا كلكم. من يتحكم استاذ عبد الرحمن؟ زميل عبد الرحمن وين اللي كان اللي لعب معي قبل شوي؟ من اللي جاي بين اشكاليه؟ لا لا الزميل عبد الرحمن سلمي. سلمي 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 صار في شويه ما في اشكاليات كلهم اصدقاء. يلا 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 يلا. وش فريقك؟ خلاص يجي شيء بس ترى انت فايز. هذا من عند الاستاذ والله من عند هو من عندي. يلا طبعا اعرف بس العب كذا بس ما اعرف احط تشكيله كذا. لا والله ايه. يلا خيار تعاد المباراه. تعاد المباراه انت اللي حط لي. تعاد المباراه انا هذا ها. يلا هي انت الابيض انت مدريد. الاسبوع الجاي اللي لعب من اي فريق ما يطلع الاسبوع الجاي. هذا فريقي. ايه تفضل. ها سجل بدون نقطة سعد الرحمن صح؟ ها؟ بدون نقطة. إيه لا لا بدون نقطة. بدون. لأن إحنا عندنا الدرجات ذاف هم يقولون بياخذ درجتين. إيه لا لا لا. يا الأصفر كل المشرفين اللي طلع اليوم ولعب الأسبوع الجاي ما يطلع ها؟ ها دنعة؟ دنعة؟ اللي طلع اليوم ما يطلع الأسبوع الجاي. إيه. أوكي. اللي طلع اليوم ما يطلع الأسبوع الجاي. أوكي. خلاص عبد المحسن ما تطلع الأسبوع الجاي. يعني هذا اوكي اضغط خلاص سجل كنترول الاسماء اللي لعبوا عشان الاسبوع الجاي ما يطلعون. نشوف ناس ثانيين. اوكي الجميع يقول استاذ عبد الرحمن انه عواد كلهم لهم نقاط. معجبك التعليق؟ شكرا على التحفيز وشكرا على حبيب. لا 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 حبيب. نعم اوب اوب اوب. يلا يا محمد يلا يا محمد انطلاقه تمريره من فيراتي تحدي بين الاستاذ عبد الرحمن العواد ومحمد القحطاني. من اللي يفوز على الثاني عبد الرحمن ولا محمد القحطاني؟ من الرواق الايمن الى ليونيل. ليونيل بالمهاره. ليونيل بالمهاره. الله يا مندي الله يا مندي. عوده الى ليونيل. ليونيل من الرواق الايسر الدخول الى العمق تمريره نيمار. الله باكورد يا نيمار. كادت يا نيمار. كادت يا نيمار. جرب قديمة ذي. كادت يا نيمار. تقول لي ما يسرع خيد خربانة بغى يجي هدف يا محمد. لا تصرف يا محمد. العب وسجل العب وسجل ومثل فصلك ولك الشرف يا محمد. لك الشرف يا محمد. تمريرة تمريرة مندي يمدي طول الكورة. عودة إلى ليونيل. ليونيل إلى كيليان مبابي. كيليان مبابي انطلق. كيليان مبابي انطلق. كيليان مبابي انطلق. كيليان مبابي. كيليان مبابي. كيليان مبابي. كيليان مبابي. كليان مبابي. كليان مبابي. كليان مبابي. كليان مبابي. فيكم اللعيبة. خلاص نلعب كلنا الحين. طيب الحين سريح سريح. لا يا حبيبي ما خلاص راح استاذ الرحمن. طيب الله يعطيكم العافية جميعا. في احد عنده سؤال عنده استفسار عن الالعاب غير اللعب غير التحدى غير اللعب غير اللعب؟ محمد استاذ عبد الرحمن تمام تحدى. انا عندي استفسار. ما تقدر تفضل. لا لا يكفي بدو انه من الظلم اللي يلعب احد المشرفين. بدون نيمار في الهلال يا ابن الحلال. استاذ عبد الرحمن شوف احد المشرفين تحدى من دولي ثلاثه. طيب في احد منكم ينزل لي فيفا؟ انا تعال. ايوه عمر هذا عمر نزل. عمر نزل فهد. بدون نقاط بدون نقاط. ابشر والله بس يلا وش فريقك؟ مدريد الهوى. بسم الله تابع شوف اللعب شوف عمر يتحدى من زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق ادمه تعليق اخي شكرا عليك. يلا شكرا ننتظم صح ننتظم صح. الله بدر ننتظم صح ننتظم. عمر في الجلسه ننتظم لا بدت المباراه. عمر بريال مدريد. عمر يناظر خايف والله. لا شد حيلك معي يا عبد الرحمن. عطى ثلاثه اربعه خمسه اي شيء قد ما تقدر تسجل. سجل يا عبد الرحمن قد ما تقدر تسجل. الله يا نيمار الى كليان الى مودريتش. مودريتش الى بلينغهام. بلينغهام الى ميندي. ميندي الى فينيسيوس. فينيسيوس عوده الى باريس. باريس متحكم فيه مجريات المباراة حتى الآن. ريال مدريد مش قادر يطلع. ريال مدريد وصل المرمى. ريال مدريد يلف
ويدور يلف ويدور ويسلم الكورة. هذا والله اللخبطة، هذه لخبطة يا ريال، هذه لخبطة يا ريال، هذا مو بتكتيك، هذا مو بتكتيك، هذا تشيك، هذا تشيك، هذا تشيك. انطلاق النيمار، شوف مبابي والله ينبرش، والله من الخوف انبرش من الخوف. عودة إلى فيراتي، فيراتي من الرواق الأيسر، عودة بناء الكرة من الخلف. الباريس قادر أن يسجل في أي لحظة، قادر أن يسجل في أي لحظة. كورتوا بخلط نيمار على التنفيذ، هل من خطورة؟ عودة إلى حكيمي، إلى كليان، الخطورة من كليان، الخطورة من كليان. عودة، أيوة أيوة أيوة، ريال ريال انطلاقة من الرواق الأيمن. هل من هجمة مرتدة يا ريال؟ هل من ردة فعل يا ريال؟ هل من ردة فعل يا ميرينجي؟ انطلاق إلى فالفيردي، فالفيردي إلى العمق إلى فينيسيوس. والله باريس مو مخلي الريال يتنفس، مو مخلي الريال يتنفس. رودريجو إلى مندي، مندي من الرواق الأيسر تنقطع الوصول. اللمسة الأخيرة في ريال مدريد حتى الآن، حتى الآن لا يمكن ريال مدريد أن يصل في اللمسة الأخيرة. كليان 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 كليان. عودة نيمار إلى كرفخال، كرفخال يبدأ الهجمة لريال مدريد من الرواق الأيمن. خطأ في التمريرة من كروس إلى ليونيل إلى كليان. رودريغير في الموعد، باريس مضيق الخناق، يضيق الخناق. هل من كرة للريال مرتدة ينهي بها آمال باريس سان جيرمان؟ كل المجريات والمعطيات تقول أن باريس سان جيرمان قادر على التسجيل في أي لحظة. الريال مو قادر يمشي، مو قادر يطلع، مو قادر يتنفس، مو قادر يلعب، مو قادر يلعب. الريال مو بقادر يلعب، كرة كورتين ورا بعض مش قادر. اللمسة الأخيرة يا ريال، اللمسة الأخيرة يا تدخل سليم. فاول في منطقة خطيرة، هل يفعلها كروس؟ هل يفعلها كروس؟ كروس على التنفيذ، الله أكبر. القائم معاك، القائم معاك. عودة من كروس، الله الريال بدأ يكشر على نيابة، بدأ يكشر على نيابة وبدأ يقلب. مرتدة شو المرتدة؟ عودة، عودة إلى باريس سان جيرمان. تدخل عليه، فيها كرت حكم، فيها كرت حكم، فيها كرت حكم، فيها كرت، فيها ريد كارد. والله الحكم تساهل معاه شوي، تساهل معاه شوي. هجمة منظمة إلى نيمار، من فيراتي إلى نيمار. شوف ليونيل، والله يا كرفخال بالخبرة، يا كرفخال خبرة السنين الطوال. فينيسيوس انطلاقة إلى فالفيردي، إلى فالفيردي، إلى بيلينغهام، إلى بيلينغهام. هل من خبر يا بيلينغهام؟ شو اسمه؟ داناروما كان في الموعد. ريال هجماته قليلة لكنها جريئة. شفنا الفاول حق كروس كان في القائمة، ما يعرف يلعب. عودة إلى فيراتي، فيراتي إلى نيمار. مباراة حلوة، مباراة حتى الآن حلوة، حتى الآن حلوة. كل فريق مش قادر يفرض أسلوبه على الفريق الثاني. في البداية كان باريس مضيق الخناق، كان أقرب للتسجيل. بعد فاول كروس شفنا الريال تحرر شوي وقادر يوصل. عودة إلى مندي، مندي إلى فينيسيوس، فينيسيوس. ماركينيوس حاضر في الموعد. عودة إلى فينيسيوس، انطلاقة من الروال. بالسرعة يا فينيسيوس، بالسرعة يا فينيسيوس، بالمهارة يا فينيسيوس، بالسرعة والمهارة. مباراة تكتيكية، الكل ما يبغى يخسر. بيلينغهام استعجل في التمريرة، اللمسة الأخيرة حتى الآن في الريال. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. هل من كلمة اللي يحدث الفريقين؟ لا ممكن من ال سيباستيان. أعطوني موية. باور شوت بشربي دالحين بشربي. نعود إليكم في الشوط الثاني بعد التعادل السلبي، بعد المحاولات من باريس، بعد المحاولات من الريال. من سيحسم اللقاء؟ من سيحسم اللقاء بالهدف الذهبي؟ نيمار دخل، نيمار وصل، نيمار تنقطع من نيمار. عودة إلى الريال. المباراة سجال، مرة الباريس ومرة للريال. إلى فيراتي، فيراتي تنقطع.
مباراة حتى الآن ما في فريق فرض أسلوبه، ما في فريق قادر أن يحسم المباراة. المباراة مرة هنا ومرة هناك، إلا إذا رودريجو كلمة ماركينيوس. الله أكبر، رودريجو مر، رودريجو مر، فينيسيوس. الله أكبر، الله أكبر، حسمها الريال، حسمها الريال، حسمها الريال. وحش. شكرا، يعطيك العافية، يعطيكم العافية. أستاذ عبد الرحمن يعطيك العافية، الله يعطيكم العافية جميعا. شكرا شكرا أسامي. وصلنا لهذا الوقت للشباب، طلع يا شباب والعودة إن شاء الله الأسبوع القادم. لا عادي عادي الطليعة. طيب يعطيكم العافية، يعطيكم العافية جميعا. استريحوا استريحوا، يعطيكم العافية جميعا. والله استمتعت اليوم اني كنت معكم معلق. وشكرا لكم، والمعلق يعطيه العافية، تحية للمعلق. شكرا لكم، وان شاء الله وان شاء الله نشوفكم بالايام الجاية ان شاء الله. الله يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، الله يحفظكم جميعا. صرفهم يا استاذ الطلعة، والان وقت الطلعة. تفضلوا تفضلوا حبيبي، يعطيكم العافية حبيبي القلب، يعطيك العافية.